بداية خلينا نقول هل هي هذه الضربات هل هي مؤثرة؟ أنا أعتقد هي هذه مجرد فقط رسائل، مجرد يعني أنا أشوفها حفظا لماء الوجه، يعني لهذا حتى البيانات التي إذا كانت مثل ما ذكرت، لماذا هنالك حزم أمريكي تجاه الردود؟ حزم أمريكي كان شامل في المنطقة. لو رأينا المنطقة والتحشيدات العسكرية ليست فقط على الفصائل العراقية، هناك تغييرات قد تكون إقليمية، هناك خارطة جديدة ترسم لها، وأيضا ما وضح بلينكين في طوكيو في المؤتمر الصحفي ممكن أن نأخذه بنقاط، وما حدث أيضا عسكريا من وصول حاملات طائرات ثنيا مع 8 سفن مقاتلة مع غواصة أوهاي النووية مع دخول خلال 3 أيام الطائرة القاذفة بي1 لانسر، وهي تعتبر العمود الفقري التي تحمل الكثير من القذائف الاستراتيجية التي تعالج في البر وتحت الأرض وفي البحر، كلها وصولها خلال 3 أيام هذه الطائرة معناها هناك أهداف استراتيجية ممكن أن تتحقق، وممكن هناك أهداف في هذا في هذه الساعات وخلال هذه الأيام القادمة ممكن أن تصيبها هذه الطائرة الاستراتيجية. لذا لا يمكن أن نقتصر الأمر فقط عن العراق. أنا أعتبر أصلا الوضع في العراق يعني أصيح لسهل وجيد على غرار ما يحدث في سوريا. وأنا أيضا قلتها، لو حدث هناك تصعيد بخصوص الفصائل المقاومة العراقية سيتجه للساحة السورية، ولو رأينا أيضا الساحة السورية هي من تأثرت، هي من الإصابات فيها أكثر بالجيش الأمريكي. أما في الساحة العراقية فقط لحفظ ماء الوجه، وحتى البيانات التي تصدر باسم المقاومة الإسلامية لا تصدر باسم فصائل محددة، أيضا لحفظ ماء وجه بعض الفصائل. يعني سيد سيف، هل تنوه إلى أن هذا القفص ربما متفق عليه بين الطرفين؟ يعني مو أنه اتفاق، ممكن اتفاق بين بعض القادة المنضويين تحت السياسة وتحت السلطة وبين بعض الفصائل التي خارج السلطة. نعم، ممكن تختصرها بهذا الأمر. طيب،